اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أو اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا، اللهم وأعظم أجرنا على فراق شهرنا، اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.